استمرارا لاحتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى، أقامت الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الزرقاء كرنفالا بهذه المناسبة الوطنية، اشتمل على العديد من الفقرات المنوعة. بحضور شعبي ورسمي وبالأغاني الوطنية والتبريكات والتهاني، احتفل أبناء محافظة الزرقاء بذكرى مئوية الثورة العربية الكبرى. الحفل اشتمل على استعراض لموسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفرقة الهجانة التابعة لقوات البادية، إضافة إلى استعراض للدراجات النارية ومسيرات لعشائر الشيشان وبني معروف ومسيرة الخيالة من قضاء بيرين ومسيرة لسيدات الزرقاء. عشائر الشيشان من السخنة ومن الأزرق ومن السويلح ومن الزرقاء اجتمعوا لهذا الاحتفال العرس الوطني بمناسبة الثورة العربية الكبرى. شارك بهذا الاحتفال مجموعة شباب وتعاونوا أشرفوا على كافة التحضيرات والترتيبات. كرنفالات أقيمت داخل خيم ثقافية للفن التشكيلي والأشغال اليدوية والأزياء التراثية والرقصات الشعبية والفلكلورية ومعارض الكتب والرسم على الوجوه والمأكولات الشعبية والشعر العربي الحر كانت مجتمعة في هذا الاحتفال. كان هناك العديد من المعارض، شاركت العديد من المؤسسات، القطاع النسائي والقطاع الشبابي باحتفالية مئوية الثورة العربية الكبرى. هذه المئوية التي سطرها الآباء والأجداد من خلال المنجز الكبير، وهذا مشروع نهضوي لابد أن نحتفل به ولابد أن ننقله للأجيال القادمة. هذا وعرض المهرجان عددا من التحف والصور التي تحاكي تاريخ ومنجزات الأردن منذ التأسيس وحتى يومنا هذا.